نناقش هذا الموضوع مع الباحث الإسلامي رامي الدالاتي. مرحبا بك سيد الدالاتي. بداية، كيف تصف ما يجري الآن في مدينة الرقة من معارك ما بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، أيضا في ريف الطبقة لأول مرة باتت تستميت للسيطرة على معقل تنظيم الدولة الرئيسية؟ سباق للسيطرة يبدو أنه على مضمار لجثث الأبرياء. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. أخي، مساء النور. الحقيقة ما يجري هي عملية تسابق فعليا بين قوات سوريا الديمقراطية والميليشيات العربية التابعة لها وبين قوات النظام السوري، مستغلين أن هذه المناطق لا تشمل مناطق خفض التوتر التي اتفق عليها في اتفاق الأستانة، وكل من يستطيع أن يملك متر مربع من هذه الأراضي فهو يكسب موقف سياسي أكبر في لحظات التفاوض الدولية على مستقبل سوريا. أعتقد كل هذه التحركات تجري على وما نقل إلينا من وقائع على الأرض مباشرة يوحي بأشياء يندى لها الجبين حقيقة من قصف، خاصة عندما تدخلت في بعض اللحظات طائرات التحالف الدولية وضربوا أقرب ما يسمى إلى الفوسفور المخفف أو الموقن، وبالتالي تسبب بحالة اضطراب معوي، وخصوصا ان الدنيا صيام فالناس في حاله حرج شديد، المدنيين مباشره في حاله حرج شديد جدا ومؤلم. الوضع الانساني غايه السوء في تلك المنطقه، انتهاكات بالجمله لحقوق الانسان وخاصه فيما يتعلق بالنازحين الذين لا علاقه لهم ولا ناقه لهم ولا جمل الذين يخرجون من تلك المنطقه. الحقيقه ان قوات سوريا الديمقراطيه لا تمثل اي شيء من الديمقراطيه، هي تتعلل بوجود تنظيم داعش الإرهابي وتمارس هي نفس الممارسات ولكن بصورة ديمقراطية. الحقيقة أن الواقع على الأرض في منطقة الرقة وريف الرقة غاية السوء في هذه اللحظات للأسف. نعم، يعني كيف ستكون ارتدادات ما يجري حاليا على واقع المدينة مستقبلا، سواء الواقع الديمغرافي، الواقع السكاني، الواقع الإنساني للمدنيين الآن؟ يعني من يفر من من يستطيع النزوح من مدينة الرقة يعني لا يلقى حالا أحسن في مناطق قوات سوريا الديمقراطية، يعني من تحت الدفلة تحت المزراب بالمشرمحي. أخي الكريم، الحقيقة أن هناك حالة من التغيير الديمغرافي الواضحة منذ أشهر في تلك المنطقة. في الرقة لا يوجد كرد في الأصل، ونحن نميز هنا بين الإخوة الكرد الذين لديهم مطالب مشروعة وبين تنظيم البيدي لديه رؤية انفصالية مختلفة عن مطالب الإخوة الكرد الذين يؤمنون بالدولة الوطنية السورية. لا يوجد في منطقة الرقة أصلا أي منطقة كردية، هي منطقة عربية بحتة كاملة. وقلنا للأمريكان والحلفاء الغربيين أنهم إن خصوا تنظيما ذو طابع مناطقي أو طائفي أو أقلوي بأي طريقة من المناطق في تحرير داعش، فإن هذا سيستدعي تبعات ربما تستمر إلى أجيال في تلك المنطقة، وإن تحويل المنطقة من منطقة عربية إلى منطقة كردية هذا سيستدعي أزمات ستكون قنابل موقوتة ستتفجر بأي لحظة في مستقبل سوريا، بغض النظر عن المستقبل الواضح وغير الواضح بالنسبة لسوريا المستقبل. أعتقد أن وجود القوات العربية هي عبارة عن ديكور لقوات سوريا الديمقراطية التي يشكل قوات البيهدي واليبجي القوام الأساسي بالنسبة لها، وهم الذين يتولوا رأس الحرب في التنسيق مع قوات التحالف ويضربون حتى المدنيين بشكل متوحش في تلك المنطقة. أعتقد أن الوضع سيزداد توترا عما كان بين العرب والكرد قبل الثورة. أعتقد أن أزمة مقبلة في مستقبل سوريا ستكون حاضرة للأسف. أخيرا أود أن أسألك عن توقعاتك فيما يتعلق بمستقبل تنظيم الدولة، خصوصا مع اقتراب خسارته معقله الرئيسي. أنا أعتقد أن تنظيم الدولة قد بدأ بالتقهقر منذ حوالي 4 أشهر بعد مقتل كبرى القيادات العراقية فيه وكبرى القيادات الأمنية فيه. أن التنظيم سيبقى مشتت، سيبقى يعتمد على ضربات في الصحراء كما كان عمد 10 سنوات منذ سقوط بغداد، سينسحب إلى الصحراء. هذه المساحة التي يمتهر فيها في هذه اللعبة، هذه مهارة واسعة في القتال في الساحات، سيعتمد على العمليات الاستشهادية من وجهة نظرهم، سيقوم بعمليات ضربات انتقامية، سيكون مثل النمر جريح يضرب يمين ويسار، لن يهتم بقتل المدنيين، لن يهتم بقتل الأبرياء، سيحاول أن يقتل الجميع. أظنه سيستهدف مراكز تجنيد القوات سوريا الديمقراطية أو أي مناطق عربية ستتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية. أعتقد أنه سيلجأ إلى حالة النمر الجريح، سيضرب بطريقة
عشوائية جدا. أن تنظيم الدولة يتداعى يوما أسرى يوم، سيتقلص نفوذه وسنبقى نعاني من العقلية السيئة التي تسيطر عليه، عقلية مزج ما بين البعث والتكفير. شكرا جزيلا لك الباحث الإسلامي الأستاذ رامي الدالتي.